البرنامج السياحي بيبدأ بأن هو أصلا بيعتمد في الأول على الجست عنده قد إيه وقت فاضي، يعني هو الوقت اللي هو متاح عنده في بالنسبة في زيارته لمصر عنده كام يوم، فحسب الأيام بنبدأ بيتقسم البرنامج ما بين سواء القاهرة، طبعا في حاجات اللي هي بتبقى مهمة جدا بالنسبة له سواء الهرم أو المتحف أو كده والكروزة في النيل، بس ده طبعا بيبقى محتاج أيام معينة لأن الكروزة سواء 3 ليالي أو 4 ليالي، فبيبقى البرنامج نفسه الوقت بتاع السايح هو اللي بيحددها. يعني بالنسبة لإزاي يفرق برنامج بروجرام عن بروجرام تاني غيره، بتفرق بقى طبعا حسب عدد الأيام وعدد الزيارات اللي هو بيزورها، بتفرق في السيرفيس نفسها اللي بتقدم للجيست، بتفرق في نوع المركب، يعني في مثلا نايل كروز سعرها عالي لأن هي الكاتيجوري بتاعها عالي جدا، في حاجة تانية أقل شوية، فحسب حسب الفنادق اللي هو بيقعد فيها، في فنادق 5 ستارز، في 4 ستارز، في 3 ستارز، فهي حسب كل ده بيتحكم معاك في السعر بتاع البرنامج نفسه. يعني بالنسبة للبرنامج السياحي أو تقسيم البرنامج السياحي، موجود في مصر الاثنين، موجود في مصر الشركة في مصر بتنظم برنامج، وفي شركات أجنبية بتبقى صاحبها أو كده نزل مصر وشاف كذا برنامج وبيختار مثلا منهم برنامج معين ويبقى عايز هو ده اللي شركته تنفذه، بس بيبقى التنفيذ برضو بشركة مصرية، يعني مش شركة أجنبية اللي بتنفذ، هو الزبون بيحجز خلاله بره وبينزل هنا شركة مصرية هي اللي بتنفذ الشغل. معظم البرنامج اللي مشهور يعني في مصر ما هو ما بين بيبقى يومين في القاهرة مثلا بالنسبة للزبون سواء الإنجليزي أو الأمريكي، يعني البرنامج اللي بيبقى مشهور إن هم بيعملوه سواء بيبقى يومين في القاهرة مثلا أو 3، ما بين بتبقى في الأول زيارة هرم وسقارة، بعد كده بيبقى في اليوم الثاني بيعمل المتاحف، اليوم الثالث مثلا بيعملوا اسكندريه، بعد كده بيطلع نايل كروز ما بين الاقصر واسوان، لان هي دي اشهر حاجات، بس طبعا مصر فيها حاجات كتير جدا. يعني انسب بروجرام لمعظم السواح فهو ما بيبقى ما بين اسبوع ل 10 ايام. في بقى ما هو بيبقى اكتر من كده، ان طبعا مصر فيها السفاري في الصحراء في الواحات، دي حاجه جميله جدا جدا، بس مش ناس كتير بتعملها عند سواء سيوة او البحريه او كده. في طبعا في زي ابيدوس ودندره سوهاج وقنا، في المنيا مليانه اثار، في يعني في اماكن كتير قوي فيها اثار، بس بتبقى معتمد زي ما قلنا كده هو الوقت المتاح بالنسبه للسائح للزياره في البلد قد ايه. Yeah, okay. It's originally my country is from China, but now I'm living and working in Rotterdam, Holland. Okay. Tell me about the visit in Egypt. Oh, it's a great country and a big population and you have a long history and I'm so glad to be here. I'm planning to come to visit Egypt since 2 months ago, and I took a flight from Europe at the first destination is Hurghada. And from Hurghada to Cairo, I took the GO bus, also it's a good bus. It's about 5.5 hours, and I just arrived yesterday. My trip this time, I planning to stay here about 1 week, but I think not enough. I speak on behalf of all the people who want to come to visit Egypt. You should be here at least 2 weeks. My first visit destination is Hurghada. We stay in the hotel very close to the Red Sea, had a great view and with the ocean and the fishing with the ships. Okay, it's very good. And then I took a bus from there to here, like the Sphinx and the pyramids and the very old and the history museum in Cairo. But I'm planning to go tomorrow. Yeah, normally I read, in the website. I check like the tourist website, the official website in Cairo. Also, I use the Google, yeah. Also the booking. I think, even it's one word, Egypt, it's worth to come here. I don't need some other information because, this country has more than 5,000 year history. You should come to here. It's different for the people from which country you stay. I think if you're from Europe or from the US and North America, I think it's just like the middle, in the middle.
not very expensive and not very cheap. If the second time, I think I will visit the more old city like Luxor and some place I never been to. Also, you know, the Cairo, I should come here again because it's so big. I have not enough time to visit so many places. For the first time, I stay here for 2 weeks. I think for second time, it's about 10 days, okay. Yeah, because I, you know, from the first time, I have more experience to know exactly where I want to go. Because first, always if you go to some new country, for the first time, you always to learn something because you've never been here. Yeah, so you learn something and learn more, you can make a second decision to go exactly where you want to go. I think, you know, the like, you know, the construction look like the Sphinx and the camel, also the cat, everything, you know, it's a so amazing country, yeah. Pretty much all the ancient sites that are possible to see within a week. Memphis, here, Luxor, Abu Simbel, Valley of the Kings, and a few others that I don't recall off the top of my head. They know the people that run the programs and they select based on what they think is best. Most of them have come themselves to check out the programs. And so they know, you know, this is a good program, this isn't a good program. And that's how they put it together and decide. From what I've seen, I've been here 2 days, today's second day. I already wish that I would stay longer. But I, you know, plans are made, so I intend to come back because a week isn't enough. I would want to see ancient sites that I am going to miss this trip. I think I'm seeing the major ones, but the smaller ones are also of significance to me. And a future trip hopefully will include those. It's expensive. I mean, not everybody comes because of the expense. It's a long way to travel, so a lot of people like me put it off till they're retired. It's just a long ways to go and takes time off work and stuff, family. And now my kids are grown and I've got time, so I do something I like since I was a little boy. Just research on the internet, but most of it was gained even before computers. Just studying about Egypt, starting 10 years old, you know, reading about it and finding, you know, in the newspaper, new discoveries, new sites, just fascinated me. And now I think my children and their children, everything will be off the computer. Where I dealt with books more than computer. Not much left of Memphis, so I mean, it's just massive what it took to build, the accuracy, the engineering, the labor. I mean, it's just fascinating. It's, you know, much better than anything we build in the U.S. nowadays. I mean, it's everything steel and glass. This is permanent. This has been here for eons. أفضل برنامج هما ثلاث حاجات أساسيين مفروض يتعملوا في الناس الكبار في السن يبقى لازم البرنامج بقى سيوة ديت بعيدة عن الأحداث الموجودة في الشرق الأوسط فمن السهل جدا التسويق ليها لو اتعمل مطار دايركت من سيوة هنجذب كمية كتيرة جدا من السياح فيها سياحة علاجية وده العشق الأوروبيين كلهم ناس كبار في السن فإحنا لازم نخاطب الكبار في السن بحيث إنه يجوا أماكن بعيدة عن ما يسمعوه في الأحداث في الإعلام أنتم عارفين إن سيوة منطقة من 5 مناطق الأكثر زيارة في العالم لكن التسويق ليها بيجي منها هي نفسها إحنا مش بنعمل أي حاجة عشان نجيب لها زبون ثانيا الصحراء الغرب الصحراء والوايت ديزرت دي برنامج جميل جدا والزبائن بيعشقوه لكن التسويق ليه او الدعايه ليها ليست بما يكفي. اما الاقصر واسوان فالزبائن خلاص ومعظم الزبائن عندهم فكره لكن احنا محتاجين نقلل الكوست نشوف الشركه تابعه للدوله بحيث ان ما يخشش فيها تدخلات كثيره ونشوف بادجت صغيره ميزانيه صغيره نقدر نجذب منها الناس الموجوده على مستوى العالم لان المستوى المادي للاجانب ليس كما سبق لو الزبون اشترى بروجرام من بره وحبيت اغيره له هنا من الصعب وانا اخاف اغيره له لان ممكن الزبون يشتكي ويطلب الريفاند لان انا غيرت له البرنامج لكن ممكن اختار عليه حاجه اكسترا
في فرق بين ان اغير برنامج واختار عليه حاجه اكسترا. الزبون المثقف وبيعتمد على انه برنامج طويل، البرنامج اللي فيه كالتشر اكتر بيحب الزبون الفرنساوي، الزباين البرنامج اللي فيه بحر اكتر بيحبوا زباين اوروبا الشرقيه اللي هي روسيا، نعتبر روسيا منهم رومانيا، الدول ديت الاغنياء الجدد زي ما بيقولوا بيحبوا البرنامج البحر. وطبعا في الدول بالنسبه لهم زياره الغردقه ومرسى علم وشرم الشيخ ده اساسي، زي الالماني زي الايطالي وزي الروسي. مبروك بن طاهر من تونس. الهام غربال من تونس. انا جيت لمصر خاطرني مستدعيه من لونيفرسيتي فرانسيز ديجيبت باش نعطي محاضرات في المواد اللي نستعملوها في الهندسه المعماريه. وبعد ما كملت المهمه نتاع التدريس والوركشوب قمت نزور في مصر في طراق السياحة في الحضارة وفي المواد اللي نستعملوها تهمني برشا في الهندسة المعمارية. نقعدت مستعجبة بالمواد المبنية المستعملة اللي هي أكثريتها ستونز معناتها حجر، واستعملوا قبل في الموين أمبير استعملتوا الطوبة المخلطة اللي احنا نقولوا أدوب اللي نشوفه مهمة، المباني كلها ما زالت موجودة. أنا مستعجبة كيفاش نجموا يهزوا الأحجار الرزينة الكل. ما نجم نقول أنا زرت روما، زرت اليونان، مستعجبة معناتها مبهورة بالهندسة المعمارية اللي تاع مصر قبل. ونقول لو كان توا معناتها نشوفوا اللي صار في الماضي ونستعملوا في الحاضر اللي كان موجود في الماضي تهلي نتقدموا برشا. حبيت نشوف الأهرام، من الأهرام في القاهرة قلت في جيزة قلنا نشوفوهم من بعد. نعرفوا اللي على طول النيل فما برشا آثار مهمة وكبيرة فيها هندسة معمارية كبيرة. قلنا نمشي والأسوان وناخذوا سفينة ونقفوا في الأماكن المهمة اللي فيها الآثار المهمة أكثر وأكثر. دونك شفنا برشا معابد، برشا التونسي نتكلم برشا كيفيات متاع بناء، برشا حضارة. وكملنا على طول النيل وقفنا في لوكسور اللي معبد كرنك، معناتها حاجة ياسر مهمة ياسر كبيرة ياسر عظيمة، اللي هو أهم اللي هو مقبل كتبوا كل شيء اللي باش خلاونا نعرفوا احنا كيفاش كانت الحضارة متاع قبل وكيفاش استعملوا كل شيء. دونك مبهورة بالمجد حاجة باهية. هذاك كيفاش عنا لمصر القاهرة، ومن القاهرة عملنا الأهرام جيزة، شفنا اش قاعدين تعملوا كيفاش قاعدين يحبوا يرموها، نجمو نحكيو بعديك على الترميم. وبعد جيزة مشينا ساكار بيسكور ساكا اللي هما من أول الأهرامات، مشينا المنفيس. واليوم قلنا باش قبل ما نرجعوا يلزمنا نشوفوا هذا المتحف، وشفنا المتحف نتاع الحضارات اللي هو ياسر مزيان ياسر تحفون محضر الحضارات. فوالا دونك ومصر بلاد حضارات وبلاد أديان متخلفة، معناتها متخلفة باردون مختلفة. دونك مشينا شفنا ليغليز سوسبوندو واللي داير بها، وشفنا زيدا الجوامع اللي موجودة هونية وكيفاش مبنية. واخر جامع شفناه هو جامع الرفاعي اللي هو بالالباتر، حاجة ياسر مهمة وحاجة كبيرة، بلاد فيها برشا تاريخ. في تونس طبيعة الحال مساحتها أصغر من مساحة مصر بكثير وأثارها أقل، وأكثر الأثار هي الأثار الرومانية اللي متبقية مثل قصر الجم اللي يشبه الكوليزي تاع روما، وفيها طبيعة الحال قرطاج وأثار القرطاجية والمسرح الأثري بقرطاج. بعدين فيه السواحل التونسية، فيه الدقة كذلك، وفيه الأماكن السياحة العادية كيف البحر والصحراء. ولكن الشعب التونسي مضياف، الشعب المصري أضيف وأضيف. احنا قعدنا فرحانين كل مرة نقولوا احنا من تونس نلقاو استقبال كبير ياسر، والعباد تفرح بينا برشا ويقولوا لنا مرحبا بكم تونس الخضراء.
يفرحوا بنا برشا ويقولوا لنا مرحبا بكم تونس، والمصريين أخوة وإحنا أخوة، والقاهرة اللي بناوها الفاطميين والفاطميين جاوا من تونس. وقت اللي مشينا لليوكسور واسوان استعملت بشركة، صعيب شوية هذاك باش تلقى شركة في مصر، حبينا ناخذ مصرية شركة مصرية ونعملوا كل شيء من صعيب شوية ما عملناها. ووقت اللي مشيت للأهرام الحق خذيت على Get Your Guide الرحلة متاعي اللي أنا نعرفها ونتعامل معها كيف نسافر في البلدان الأخرى. وأما اللي زارت قامة الجيد متاعنا هي مصرية طفلة شابة متخرجة ما صارلهاش برشا، ياسر باهية يعطيها الصحة. أكلها في الأول نلقى صعوبة في تجانس الألفاظ، وبعدين الأمور كأكل مصر ممتاز جدا. الفول والطعمية اللي جيل تونس ما نجمش ما ياكلش كسكسي، واللي جيل صفاقس أنا من صفاقس ما نجمش ما ياكلش كسكسي بالحوت بالسمك. مصر بلاد كبيرة، بلاد شاسعة، ثقافتها كبيرة، ونجموا نخدموا برشا مع بعضنا في ميدان البحث، في ميدان المواد متاع البناء، في ميدان الترميم. أنا نكون مسرورة جداً لأن نجم نخدم معاهم ونعملوا معناتها كولابوراسيون، ما فهمتش كولابوريشن. إسكندرية، سويس، وممكن النزول بعد الأقصر وبعد أسوان والدلتا باهية في الريف الفوق في الدلتا. قالوا لي ياسر التحفون ومزيان، وعبادهم ناس مزيارين برشا وكرماء برشا. نحب نمشي نشوف هذاك الدلتا الفوق زيدا واللوطة، ونبعدوا شوية عن النيل باش نشوفوا العباد كيفاش عايشة. إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا.